وملف فساد تم اكتشافه ببلدية بيروت من وراء انفجار المرفأ. وعم نسمع بالفترة الأخيرة يعني باسم مارك كرم، وعم ينحكى عنه على تويتر وغيره بأنه هو تعرض بمحل، صار في تعرض منه بالتحرش وغيره. أنا هيدا الموضوع بتمنى التفتيش، القضاء هو ياخد مجرى فيه، مني شغلتي لا برق مارك ولا أبدا دينه القضاء. ولكن الصدفة وين؟ أنه مرتين انفتح ملف مارك، أنا عم بشوف كنت بالملف، مرتين انفتح ملف مارك كرم رئيس الدائرة الإدارية، مرة بال 2019 لما انفتح كان في وقتها لاقي فساد بقصة خاصة بنفايات صيدا، يعني نفايات بلدية بيروت اللي عم بيتم رميها بمكب صيدا، صار في فساد معين كشفه بالمستندات، بوقتها انفتح هيدا الموضوع. برجع بقول ما عم برقوا، يمكن يطلع معهم حق ويطلع متحرش، القضاء بياخذ مجراه بالقضية. ولكن هالمرة لما شفنا انه رجعت ضجت كثير قصة مارك كرم، وصار ينحكى فيه على تويتر، وفي سياسيين ايضا يحكوا عن هيدا الموضوع وبانه في تحرش، لما انا كنت بدي اعمل هيدا الموضوع على الهوى بنشرة الاخبار بقول لهم بدي دليل، بدي اي اثبات باكد، بدي اي يعني، بس بدي دليلي، ما فيني انا حدا يخبرني انه شخص تحرش فيه روح اطلع اعمل موضوع، كصحافة استقصائية ما بقدر، وما حدا قدر أثبتني أو أعطيني دليل، وما حدا قبل يطلع بوجهه ومن دون تخفي أنه يحكي المواضيع مثل ما هي. لذلك أنا قلت ما رح أعمل هيدا الموضوع. وبوقتها صار في كتير اتصالات وتواصل معي من أشخاص ضمن مطلعين على ملفات بلدية بيروت وخبروني، وكلهم رفضوا يقولوا أسمائهم، ولكن أنا قلت لهم إذا بتكون تخبروني خبريات ما بدي أسمعها، بدي مستندات لحتى حقق فيها، ومن هلأ للحلقة نشوف إذا بتنعرض أو لا. حققنا فيها من الألف للياء، يعني كل النقاط، وتبين لي أنه الملف اللي عم يحكوا فيه هو ملف دقيق جدا رياض. عم نحكي عن عقد بين بلدية بيروت وبين بلدية برج حمود، عقد إشراف على النفايات. قبل ما نشوف العقد بس بليز لنبلش بالتسلسل مع المشاهدين ليفهموا علي أكثر بفحوى هيدا الموضوع. في اسمه انفجار الفيديو، إذا فينا نشوفه فيديو انفجار، منشوف ب 18/8/2020 أي بعد انفجار بيروت بتقريبا 14 يوم، بيطلب محافظ بيروت الجديد القاضي مروان عبود، عم نشوف اذا الفيديو هلا، الموضوع استعادة محضر استلام خاص ببلدية برج حمود. بنوقفها هون لو سمحتوا هون، تمام، منقول يعني عم بيطالبوا باستعادة محضر استلام خاص ببلدية برج حمود. بلدية بيروت محافظ يلي هو مسؤول ببلدية بيروت عم بيطلب شو؟ عم بيقول لهم أنا بدي استلام من بلدية برج حمود يلي كنتوا أخذينه تتدفعوا وماضيين لكم عليه نحن، لأنه تبين لنا لما قررنا مع بلدية برج حمود التواصل، حاولنا التواصل مع بلدية برج حمود بخصوص رمي النفايات الناتجة عن الانفجار الذي أصاب مدينة بيروت، علمنا أن المكب مقفل منذ مدة ليست بقصيرة، وعليه نقترح استعادة محضر الاستلام الخاصة بالدفعة الفصلية الثالثة إلى آخره لغاية 16/4/2020 لحين التأكد من المكان الذي كانت تطمر فيه نفايات مدينة بيروت وعن الفترة الزمنية وغيره. يعني هن هون وضحت صارت الصورة، يعني هن شو عم بيقولوا؟ راحوا لموا نفايات وكل الركام يلي من وراء الانفجار بدهم يكبوه، راحوا يكبوه لأنه هن عم بيدفعوا مصاري بلدية بيروت، ولكن كان قبل هذا المحافظ إجا جديد، محافظ مروان عبود، كان قبله في المحافظ زياد شبيب، هو مش عارف، قال لهم روحوا حكوا مع بلدية برج حمود بدنا نكب نفايات الانفجار. بيتبين أنه لا، قالت لهم بلدية برج حمود عذرا نحن مسكرين المطمر، وبالتالي هيدا الموضوع ما فينا نكبهم عنا. بوقتها قالوا لها سوري بس ما احنا دافعين لك مصاري على اساس عم نكب عندك نفايات، ردي لنا اذا بتريدي محضر الاستلام لحتى نوقف هيدا الموضوع ونكون عرفنا اي متى تسكر المكب برج حمود لنعرف على اساسه شو بدك تردي لنا غير هيك مصاري. هون بيبدا الموضوع، بنبدا بالعقد. ليش بالأساس إذا فينا نشوف العقد، ليش بالأساس في مصاري بين بلدية برج حمود وبلدية بيروت؟ لأنه في عقد اتفاق بالتراضي، موقع هذا العقد بين بلدية برج حمود ومحافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بتموز 2017. هذا العقد بيقول بأنه مثل ما هو واضح
انه هو له علاقه بمعالجه وضع النفايات المنزليه لا سيما البند الى اخره، وحفاظا على الصحه والسلامه العامه تنوي الاشراف على عمليه ايصال النفايات من قبل بلديه بيروت الى مكب النفايات القائم ضمن نطاقها اي برج حمود، وذلك عبر التاكد من العمليه. وبالتالي بيتم دفع 6 مليون دولار، اذا بنكفي بالفيديو بيتم دفع 6 مليون دولار. هذا المبلغ بيكون مقسم لأربع أقسام، 25% أول ما يتوقع العقد، 25% خلال السنة الأولى، وبعدها خلال السنة الثالثة، وبعدها خلال السنة الثالثة. إذن بدأ منذ 2017 وعم نشوف بأنه واضح، يعني اللي عم يتعلموا هلأ بأنه محطوط بما لا يقل عن 200 طن، يعني بياخدوا من بلدية بيروت ما لا يقل عن 200 طن يوميا من نفايات بحطوها ببرج حمود. هيدا العقد يلي هو على 4 سنوات، وبيدفعوا 6 مليون دولار. هذه 6 مليون دولار هي غير اللي بيندفع على التمر، هيدا بيندفع فقط، هو عقد إشراف. هلأ أي متى تسكر، أي متى تسكر مكب برج حمود؟ هون خلينا نروح على شيء اسمه بيان، لأنه أنا ما بدي أنا أقرر أي متى تسكر، بدي خلي رئيس بلدية برج حمود يلي هو عم بيمضي على هذا العقد واللي هو مكفى بهذا الموضوع يقلنا أي متى تسكر وما عاد يستقبل مكب برج حمود أي نفايات جديدة. أي متى فينا نشوف بيان لو سمحتوا؟ ببين ببيان رئيس بلدية برج حمود بيقول فيه بأنه إذن ما عاد يستقبل أبداً مكب برج حمود، ما عاد قدرته الاستيعابية القصوى انتهت، وما عاد يستوعب أي نفايات جديدة أو يستقبلها منذ شباط 2018. يعني من شباط 2018 ما عاد يستقبل برج حمود أي نفايات من بلدية بيروت أو غيرها، ما بقى فيه، انتهى. وبالتالي هيدا العقد، عقد الإشراف يلي هو موقع بين بلدية برج حمود وبلدية بيروت، إذا انتهى. ليه انتهى؟ لأنه إذا بترجعوا بتفرجونا العقد لو سمحتوا، منشوف بأنه مكتوب بهذا العقد كل قرار يرمي إلى وقف العمل في مكب النفايات المذكور أي مكب برج حمود في هذا العقد، أكان قضائيا أو إداريا، كفوا بس لتاني قسم، أكان قضائيا أو إداريا يؤدي حكما إلى وقف العمل بهذا العقد. لما يصدر بيان عن رئيس بلدية برج حمود ويقول فيه، وهذا البيان كان إعلاميا وغيرها بوقتها بشباط لما ذكر عن شباط 2018، إذن هذا العقد كفوا بعد لقدام لو سمحتوا، هذا العقد صار في فسخ تام ووقف العمل بهذا العقد، واضح تماما. هيدي هي اللي عم نشوفها هلأ، أكان قضائيا أو إداريا قرار الإكفال، بيكون في فسخ تام وبوقف عقد بهذا، وقف العمل بهذا العقد. يعني ما بقى في عقد إشراف من شباط 2018، يعني استمر فقط 7 أشهر هذا العقد الإشراف. 7 أشهر، يعني شو بيكونوا أخذوا رياض من المبلغ 6 مليون دولار لازم بيحق لهم؟ 25% الأولى، ورح نسيرهم بال 25% الثانيه بالسنه الاولى، مع انه هن ما بتطلع لهم ال 25%، هي عم تتاخذ فصول، وهن بالتالي ما بقيوا ثاني اول سنه كلها سوا، هن بقيوا فقط 7 أشهر اي اقل من سنه. وما رح فوت بالمخالفات هون القانونيه وقصه انه بالقانون ما بيسمح لكم اول دفعه تكون اكثر من 30 مليون ليره الا بقرار وغيره من مجلس الوزراء وهالخبريات، لا انا ما رح فوت بهالتفاصيل، عم بحكي بتفاصيل واضحه وفاضحه بلا الدخول بنقاط ثانيه. هون رح انتقل لفرجيكم انه صحيح تسكر مكب برج حمود منذ 2018 شباط، ولكن دلت بلدية بيروت تدفع لحديت اليوم، ماشي هي وقفت من شوي لأنه اكتشفها مارك كرم، وهون أنا شكيت أنه يكون من وراء هيدا الموضوع مثل ما عم بخبروني، بس أنا ما بقدر أكد هيدا الشيء، أنا عم بحكي مستندات. منشوف لو سمحتوا الفيديو اللي اسمه 2020، بفيديو اللي اسمه 2020 منشوف أنه بلدية برج حمود، رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوسيان عم بيبعت من 1/4 من ببلش
عم نشوف واحد خمسة وفي أيضا أربعة، يعني أنا عم أقول شو عم بفرجي عينة، لأنه هن من بعد ما أقفلوا من 2018 ومستمرين على هيدا النحو. هون ليكو بال 2020 عم بيخبروا أنه في عنده 220 طن عم بتفوت، 211-18 عم بيختاروا أرقام، عم بيزوروا مستندات بطريقة مسكر تماما رياض. وهلأ رح كفي لهيدا النقطة، عم نشوف شوف يعني طلع عم بيخبرونا 205 200-218-222-204. شو موقف القاضي محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب؟ هلا انا القاضي زياد شبيب رح احكي عن موقفه، بدك احكي عنه هلا موقفه؟ لا اذا بعد عندك شيء توضحه. لا اكيد بدي اوضح، بس لانه نقطه كثير مهمه منشوف اذا هن واضح صار عند المشاهدين عم بتشوفوا كيف عم بخبرونا، وبشهر 9 وغيره يعني، وبشهر 6 وبشهر 7 كيف هن عم يعني بيفوتوا اطنان وغيره وعم يقبضوا عليها كرمال شو انه هالستة مليون دولار ما تروح من دربهم. كيف بينفذوا هيك القانون؟ يعني شو هالمنطق اللي عم بيصير؟ شو هالفساد اللي عم بيصير؟ مننتقل للفيديو اللي اسمه فرق. منشوف هون انه رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوسيان بيبعت نسي انه بعد شهر 4 مع انه ممضية من الاثنين نسي. قام رجع بعتها مرة تانية، يعني رجع فات على الورد، ما بدك مني يعلمك، الجمهورية اللبنانية بلدية برج حمود دجا بتكون عنده اياها بيفوت. فينا نشوف لو سمحتوا فيديو الفرق عم بيبين معنا. ب 17/4/2020 منشوف انه كان حاطط 233، رجع حط 237، منشوف بتحت حط 258، حط 220. هالمره لازم يتعاقب عليها على اخفاقه بانجاز عمليه من هذا النوع. 210 للاسف عم نضحك على هيك اشياء، بس عن جد يعني شيء مسخره. لا قصدي مسخره انه مش مقبول رياض، يعني هو شيء بيضحك يعني لهالدرجه انه اذا واحد بده يكون فاسد على القليل يكون ذكي يعني، بس حتى يكون بمحل. عم بقول لك لازم يتعاقب عليها. هلا بروح فيها، بروح فيها قدح وذنب بمحل يعني. هلا ما اوكي توضيح ما بعرف ايه منشوف. طب انا جربت اتصل فيه كثير لرئيس بلديه برج حمود، وراح اجرب اذا بدكم على الهوا نتصل فيه هلا فينا، بس ولكن ولا مره كان عم بقدر اتواصل معه. يلا حاعطيك الرقم بهيدا الوقت، برجع انا بكفي. جربي نخلي شغال التليفون مفروض. خليك بس هيدا الرقم رياض بليز. أوكي. بالوقت يلي رياض عم بدق له منشوف انه هيدي القصص كلها ماضي عليها محافظ بيروت زياد شبيب. اذا فينا نشوف زياد شبيب بليز، منشوف انه ماضي حضرة المحافظ المحترم باعتنار فق ربطا محضر استلام اعمال والى اخره، يرجى التفضل بالاطلاع دغري تصديق محضر الاستلام القاضي زياد شبيب محافظ مدينة بيروت. هيدي هي لما وصل محافظ مدينة بيروت الجديد القاضي مروان عبود. رقم حلو. كان رح يوقع بنفس القصة، عم بيوقع، ولكن هون مارك كرم وصل جديد على الدائرة الإدارية. هو قبل كانت عم تقطع هيدا الموضوع لأنه ما كان هو بالدائرة الإدارية بقبل. عم نقول ليش هو اليوم انصدم فيها وقت الانفجار، لأنه هو واصل جديد على هيدا المنصب. بيطلع بأنه منشوف عم بيرن حاليا، أنا كمان رن بس ما كان إن شاء الله يرد علينا على الهواء لنستوضح منه. إحنا لمين عم ندق؟ لا بس لا رئيس بلدية برج حمود بس للعالم بعرف. تعطينا مخرج بس الصوت لو سمحت. تفضل يا ليال. رئيس يعطيك العافية. إيه معك ليال بموسى، نحن حضرتك مباشر على الهواء إذا ما كنت عم تحضر. نعم نعم نعم، أهلا وسهلا. أهلا فيك. تفضل. رئيس أنا حاولت أتصل فيك كذا مرة نحن عم نحضر للحلقة، ولكن يمكن كنت مشغول طبعا، نقول إنه ما بدك ترد علينا. إذا في مجال أنا ما عندك رقمك. anyway تفضلي شو السؤال؟ لا شو الجملة، شو الجملة حضرت بركي ما عنده رقم لهيك. ما عندك رقم؟ ما عارف مين. أوكي. ما عارف مين. أوكي. ما بعرف. أوكي تفضل. بكل الأحوال يعني حضرتك إذا عم تحضر نحن بدنا جواب على هيدا الموضوع، إنه اليوم أول شيء كيف بعدكم عم تقبضوا من بلدية بيروت بال 2020 وال 2019 وأنتوا أقفلتوا من شباط 2018 وما عدتوا تستقبلوا أي نفايات بهذا عقد الإشراف يلي هو بيناتكم؟ أنا على الهواء دغري هلا؟ إيه أنت على الهواء أستاذ. إيه تفضل، بس عم بسمع لأن عم تحكي مشان هيدي. في شخصين. anyway. اوكي شو هي السؤال اذا بتفيدي؟ السؤال هو رد على هذا الملف رئيس، على ملف موضوع أوكي. الاشراف، ليه بعدكم عم تقبضوا لليوم؟ رح نقبض، نحن عنا عقد، عندك يا العقد طبعا. وهيدي العقد على مطمر، هي موضوع مطمر
على بلدية بش حمود وعلى المطمرية من جديدة وبش حمود. اوكي خليك تعطيكي تفاصيل شوي لان ما بعرف كيف هو عم تحكوها، يعني يا ريت كنت تيجي على البلدية ونفسر لك بالتفاصيل. نحن العقد لثلاث سنين بظرف اربع سنين اللي اذا بتقري العقد كيف صاير، يعني اخر سنه بتقبضوها كانه نو ثلاث شهور، وهي كل تفاصيل نحن بناخذها من اذا ماني غلطان من مكتب شي بلديه بش حمود، هيدي شغل اداري وانا بقدر اجيب التفاصيل من وين اخذين هاي الارقام. نحن منا ما عندنا الوزن او شو بتسموه يجي الكاميون يزينا او بدنا ننزل نحطها وين هو تبع زباله نفايات البلديه بيروت وغير نفايات. نحن كنا نستقبل 1200 طن منه 200 طن لبلديه بيروت. صح. اوكي هلا اول ما بلش المطمر صارت اضرابات وسكروا المطمر، تجمع حوالي 400 ألف طن برات المطمر. أوكي ستنا 400 ألف طن، هيدي ال 400 ألف طن ضلت شي سنة ونص هونيك واقفة ما انطمرت. وقتها تكنيكلي قالونا بدها شي سنة سنة ونص تنحل وبعدين تينقلوها على المطمر. رئيس أنا ما بحب أقطع لما أكون خليكي ما زال عندي حق ترد بعرف بس ما لأنه يعني ما هو السؤال واضح يعني عم بترد عفوا بس انا مضطر اتدخل استاذ بس لو سمحت لانك عم بترد بالعام انا في سؤال كثير واضح معلش اسمح لي في عندنا محطوط محلين عن نفس الشهر ممضي منك انت بغير ارقام يعني كيف مثلا قائم بصافي الاوزان اليوميه للنفايات المنزليه المنقوله من مدينه بيروت الى مكب برج حمود صافي الاوزان بيختلف وسيتم بليز مشان يحضروا يعني هو شايفهم اكيد انه عم يحضر. نعم تفضل استاذي انا عم بحضرك هول التفاصيل اداريه انا التنين بجاوبك كله بالتفاصيل من بس وين بس حضرتك ماضي عليهم رئيس حضرتك ماضي عليهم انا راسي وعيني انا ماضي عليهم يعني اداريا يعني بيجي الارقام انا عارف شو الوزن بتحمل المسؤوليه ما عم بتهرب من المسؤوليه خليني بس بس ليش في ليش في ورقتين باوزان مختلفه ليش في ورقتين عن نفس الشهر محطوط اوزان مختلفه عراسي وعيني انا عم بقول لك انا بتحمل المسؤوليه يعني في لغط صاير بس رئيس انا بدي اعطيك نعم الوقت فضلي. الكامل لترد لانه حقك ترد نعم. وانا ما بحب اقطع نعم. لما يكون حدا عم بيقول رده ولكن بدي بليز يكون الرد واضح للمشاهدين لكرمالك يكون واضح يعني اليوم لما عم نحكي عن عقد بيخلص اكان قضائيا او اداريا وقف العمل وقف العمل تسكرته ما عدتوا تستقبلوا ليه بعدكم اساسا بدكم تقبضوا وقفت ب 19 بشباط ايه ليه بقيوا بال 20 ايه ليه بقيوا لل 2020 عم بيفرغوا فيه مش عم بيفرغوا عم بيقبضوا عليه عم بيفوتروا عليه لحظه في تكنيكال اشي اذا بتسمحني تفضل لثلاث سنين في كميه بنهار 200 طن إذا بتحسبوا هول كلهم كان في 20,000 طن كان محطوط حتى معمل بكاليان هول لوحدهم 20,000 طن محطوطين كانوا هونيك هول ما اجوا من المركز اللي كان بدهم يجوا هول اجوا لوحدهم غير اللي كان كل يوم اللي عم تيجي 200 طن اوكي وكان في 400,000 طن تجمعت هونيك من اول المشروع اللي بلشنا فيكم تاكدوها مع مجلس نعم بس الاعمار مع كلهم صحيح هول 400,000 طن و 20,000 طن ما انطمروا ضلوا فوق الارض وقت بلش الشغل المتعهد حطهم كلهم عنا اياه
رئيس المفروض 200 طن. نعم تفضل. هيدا عقد، هيدا عقد اشراف ما خصه بالوزن ومحطوط بالمواد، يعني اي حدا دارس قانون او لا بما لا يقل عن 200 طن يوميا، يعني نعم. اساسا هو اقل من 200، لا عم يحكي اكثر من 200 وما حدد الساعه القصوى، ما عم نحكي اشراف على اساس الوزن، هيدا اشراف على اساس الاشراف بالمده. فاليوم تسكر في كمان بنت، في في كمان بنت فيك تشوفيه مع الشركه انه تنقسم الوزن على جديدي وعلى بلديه برج حمود. يا ستنا برج حمود شو خص هذا بموضوعنا الاساسي انه استمر؟ معلوم اللي عم بتمرقهم اللي نحن اتفقنا على 200 طن، و 200 طن بتعمل حجم فوليوم اللي عم تعملها على كل مطمر استاذي. شو خص بما لا يقل عن 200 طن؟ عم بياخذونا على الوزن، وهذا الموضوع اللي أخذنا عليه ايضا محافظ زياد شبيب. ريس انا بحترم وجهه نظرك، وانا بالنهايه ما بدين، انا بعرض مستندات. انا ولكن بس البلديه انا ماني عامل شخصي العقد وهيدي صح، ولكن اليوم يعني بمحل في مصاري، في ناس حتى مصرياتها ببلديه بيروت، لا يصح التصرف فيهم باي طريقه. اذا ما كان لازم يروحوا مطرح ما لازم يروحوا، تسكر المطمر بال2018 بعده عم دفع ملايين الدولارات حتى 2020. لو ما صار ليه اليوم المحافظ مروان عبود وقفها اذا كان هيدا الموضوع فيه صحيح وبحق لكم فيه؟ ليه ارسل الى مجلس الانماء والاعمار وقال لهم بدي التاريخ الدقيق اللي اقفل فيه لانه صاير عندي هيدا المشكله؟ يعني هن المفروض يكون عندهم تفسير هيدي وقت اذا هن الارقام كلهم عندهم اياه. ما بعرف ريس، انا بالنهايه يعني بحب أنا نعطيك أنا انه انت تقنع المشاهدين، انا بدي اياك انت تقنعهم، بس ما بعرف اذا عم يقتنعوا. لا لا انا 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 كثير واضح، عاملين اتفاق لاربع سنين بظرف ثلاث سنين بكل. ما بعرف في شيء ثاني بتحب تزيده ريس؟ لا انا بتحبوا تيجوا ناكدوا شو بدك تفاصيل. انا اكيد رح نتابع الموضوع بنشره الاخبار، اكيد رح نتابع الموضوع بنشره الاخبار، بس صراحه يعني انا كنا عم نجرب نحاول نساعدك استاذ لتوضح وجهه نظرك. واضح جدا عندي هون بانه واضح هون انه انتوا عم تقولوا كنتوا لسنه 2020 بكون عم تفضوا بالمكب واللي هو مسكر. يعني واضح في كميتين المكب عنا سكر الباب 2019 28، وهون بال 2020 عم بنحط فيه مفروض احنا سكرنا لان كان في استاذي لان كان في 20,000 طن برا. هول السيلز اللي كان موجود بده عم بقول لك كان في سيلز مفتوح، هيدي تكنيكال يعني. انا هلا طيب انا بدي اقول رئيس، بس قبل ما تسكر لو سمحت انا بدي اقول معك حق وانا مصدقتك للاخير، وبدي اقول انت كل كلمه عم تحكيها حضرتك معك حق فيها، ولكن بدي اقول انطلاقا من كلامك اذا كنتوا سكرتوا الباب بال2019 مثل ما عم تقول، مع انه انا معلوماتي 2018 وبيان رئيسه بلديتكم بتقول انه بال2018، خليني اقول 2019 خليني اقول 2019. طيب كيف بعدكم لل 2020 عم تخبرونا كل يوم قد ايه عم بفوت لعندكم بالطن؟ 210 220 213 214، كيف هيك عم تختاروا يعني؟ لا 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 ستنا، هيدي الكونترا على كل المطمر. اوكي يعني انا صراحه استاذ حاولت ساعدك قد ما في لتوضح وجهه نظرك. انا رح زوركم بالبلديه ريال، شكرا لك على الاستضافه. ليال رح زوركم مشان تتابع الموضوع بقلب، يعني وحده التحقيقات الاستقصائيه ستتابع هذا الموضوع حتى النهايه. شكرا لك ريس، شكرا لك ريس رئيس بلديه برج حمود. رياض بس لانه انا كمان تواصلت مع محافظ بيروت السابق زياد شبيب وقال لي بانه هيدا الموضوع كمان صار يربطه بقصه الوزن. قلت له هيدا عقد اشراف ما له علاقه بالوزن، وحتى العقد بيقول بما لا يقل عن 200، يعني ما حدد الادنى ما حدد الاقصى. ونقطه ثانيه بيقول انه لم يصدر اي قرار اداري او قضائي لينفسخ العقد، بلا صدر وكلنا بنعرف انه اقفل مكب برج حمود ولم يعد يستقبل اي نفايات جديده. والمحافظ مروان عبود انا تواصلت معه واكد لي انه ارسل كتاب لمجلس انماء والاعمار على امل انه يتم الرد سريعا عليه، بده تاريخ رسمي باي متى اخر مره كان عم بفوت نفايات على مكب برج حمود، لانه بده يرد المصاري في حال ما بحق له. محافظ بيروت عم يحاول يتصل، بنحاول نتصل فيه لانه عم يتصل فيه. ما بعرف
مندق له هلا رح سكر له بس لحتى ارجع ادخل له فقره تاعيتك معك دق له دق له دق له طيب لانه بس اعطيني الرقم اوكي عم بيقول هو على السماع بس بليز 03700 كفي بس رح نتمنى عليه مسبقا يكون يعني للسيد زياد شبيب القاضي زياد شبيب يكون مقتضب بس بالرد مشان لانه عندنا بعد فقره الزميل هادي الامين مشان نعطي الكلمه فانا لانه عم بقول شو قال المحافظ زياد شبيب بالاتصال وقال لي انه هو لم يصدر قلت له لا بمحل انه صدر قرار لما يكون في قرار بلدي اذا هو قرار اداري صحيح لم يصدر قرار قضائي ولكن صدر قرار اداري مستغرب جدا انه هذا الملف اللي شفته بكل مستنداته انه نعتبر تسكر كيف يعني بعدكم عم بتحطوا لهون كل يوم قد ايه عم بفوت طن وقوة تسكر يعني هيدا تزوير لحاله بالنهاية مستندات أنا برأيي مقنعة أكثر بكثير من أي خلينا نشوف السيد زياد شبيب المخرج لو سمحت أعطيني الرن ونسمع ألو مرحبا سيد زياد نعم كيفك رياضة بيسي معك من تلفزيون جديد أنت حاليا مباشرة على الهواء الزميل ليال ابو موسى طرحت موضوع اعتقد انت تواصلت معه انا قبل تواصلت معك هي مع المحافظ وقال لي انه قلت هول النقطتين اللي حضرتك وصلت اليوم وصلتهم على الهواء اذا في شيء ثاني حابب تزيده تفضل اول شيء انا بشكركم على يعني اثاره هالمواضيع اللي فعلا بتهم الراي العام طرح حقيقه طرح علمي وجدي بما يتعلق ببلديه بيروت بالفتره اللي انا كنت فيها لانه الموضوع له عده زوايا ما يعني بلديه بيروت هو انه بعد ازمه النفايات 2016 قرر مجلس الوزراء اعاده فتح المطامر بما فيها مطمر بوش حمود مقابل ان تحصل البلديات المعنيه على حوافز ماليه كان من ضمنها هذه عملية الإشراف وقرر المجلس البلدي وقتها أعطاهم مبلغ 6 مليون دولار جدولة على أساس الكميات حتى تكون مبررة بعملية الإشراف هذا اللي صار هلأ استمرت عملية التمر أين وكيف وما هي الكميات هذا الموضوع مش عند بلدية بيروت هذه شغلة أساسية أتمنى أنه تكون واضحة من يدير عملية المعالجة عبد الفرز هو مجلس الإنماء والإعمار ومتعهدي مجلس الإنماء والإعمار وعلاقتهم هن مباشرة مع المطامر والبلديات التي توجد فيها المطامر ومع معمل فايدة إذن بلدية بيروت بما يعنيها كان عم يوردها محاضر بتقلها أنه عم يروح 200 طن أو 200 أو أكثر من 200 طن على هذا المطمر وبالنسبة للناحية الإدارية اللي تفضلت فيها أستاذ ليال العقد بيقول أنه طالما أو إلى حين صدور قرار إداري أو قضائي برد فعل المطمر يصبح العقد لاغي أو يتوقف العمل به أو إلى ما هنالك بس بحب ذكرك وألفت نظر المشاهدين أنه المطمر تم فتحه بقرار من مجلس الوزراء وبالتالي عملا من مبدأ توازي الأصول إقفاله بيتم بقرار من مجلس الوزراء ونتبلغه يعني تفضلت حضرتك أنت شغلة أنه هناك قرار إداري بإقفاله معلش يعني بهذا الموضوع القرار الإداري أنا بعرف شو يعني القرار الإداري أنا قاضي إداري القرار الإداري هو العمل الموازي للقرار الذي قضى بفتح المطمر طيب حاجة يعني المحافظ وقانونيا سيدة اسمحي لي رسميا وقانونيا المطمر كان وما يزال مفتوح ما زال مفتوح وهو مسكر منحط طن ومنمضي وحضرتك مضيت وقلت لهم ايه تعوا تندفع لكم وهو مسكر كيف يعني نعتبر ما في قرار اداري هو مسكر يعني في شيء مش منطقي خارج نطاق بلدية بيروت هذا المطمر او سعته او رفع السعة او القدرة الاستيعابية له عبر رفع الارتفاع تبعه هذا شيء بيرجع لمجلس الوزراء ومجلس الماء والاعمار احنا لا نتعاطى فيه بلدية بيروت كانت نفايات أمنية يومية طيب. عم يتم استلامها وتوزيعها ومعالجتها. طيب سيد زياد سيد محاضر استلام. وضحت كان عم بيصير. وضحت هالفكرة بس بمعزل عن هاي النقطة لأنه ممكن الزميل ليال موسى تتابع مش ممكن حتى تبع أكيد بتقارير نشرة الأخبار. بس أنا بهمني. بس يا سيد زياد بس اسمح لي بس صوضح منك شغلي طيب. أنت يعني أنا ما رح فوت بالنقاش مسكر ومش مسكر ومع العلم إنه مسكر وحتى يعني رئيس بلدية برج حمود ما أنكر هذا الشيء بس عم يفوت عليه بنفس الوقت بتقارير يوميا عم يفوت عليه نفايات بس ما لفتك الشيء اللي عرضناه بانه في تقريران صادرين عن نفس الشهر قديش فات على المطمر بارقام مختلفه يعني انت كقاضي انا رح اسالك هذا الشيء ما لفتك كقاضي اداري انا هلا حاليا عم بطلع عليهم منكم بتمنى انه هذا الموضوع ينعمل فيه مثل ما عملت انا وقت اللي انكشف عندي موضوع مماثل بموضوع البارك ميتر طلبت
تعيين خبير ولجنة خبراء ومحاسب بيننا وبين هيئة إدارة السير للتدقيق بحقوق كل مؤسسة أو إدارة عامة واسترجاع ما يمكن استرجاعه إذا كان في حدا له شيء عند الثاني. هذه شغلة لازم تنعمل. طيب بدك لا ما فيش. طيب من حيث المبدا يعني استاذ زياد زميلي ليال ابو موسى رح تتابع هذا الموضوع لتحديد المسؤوليات بنشره الاخبار. عظيم. بتمنى يعني بحب انه ساعد بهذا الموضوع الى ابعد الحدود. عظيم جدا. انا بتشكرك على اتصالك. شكرا. لنوضح بس بنقطة صغيرة رياض للمشاهدين أنه من بعد ما أقفل مطمر برج حمود صارت مكب برج حمود صارت نفايات بيروت عم تروح على الجديدة ولكن ما في عقد إشراف بين بلدية بيروت وبلدية الجديدة. هيدا بس ليعرفوا أنه وين عم تروح النفايات. لهيك كل الأطنان الموجودة هي أطنان مش موجودة. هيدا الحقيقة. هيدا المستند. هيدا الواقع. ولكن على كل طبعا اصلا حتى كل موضوع النفايات واحد من الاشياء اللي رح نعالجها بالموسم القادم اللي هو الموسم الاوفيشال مش هذا اللي كان يعني هيك بالوقت المستقطع. واذا كان عم بيتم يعني تجميع نفايات بطريقه غير شرعيه ولا لا. عموما بعد الفاصل زميل هادي الامين رح نكتشف معه بالمستندات اذا كانت ما اثير عن احتمال حصول انفجار من جراء الإهمال في مطار بيروت هو أمر فعلا خطر أم أنه وصل أو تم دفعه ليوصل لها المرحلة من أجل مخالفة قوانين أخرى تتعلق بآليات وأصول الإنفاق العام.